متعصب شوية اللي توال ما نحبش دايما حط لك فم اللازم ليه متعصب ليه ما نحبش كنت نطلبها خلا مكرم تصريحك في تونسنا في وقتها قلت في ماتش خصوص ماتش الاسبيرونس في الوداد وبرشا مكشخين تكشت تغشوا منه قلت ما فماش امن وقتها لمت شوية على الامن وقلت كلام صحيح وانتقدت الامن وبرتاجة برشا حتى الفيديو بتاعك في المغرب اي شوف شوف اني مسؤول شنو نقول على شنو نقول مش مسؤول هو مش محبوا يفهموا واحترامتنا لبرشا عباد اليوم قلنا التقرير اللي جاء وقته هي جت الحقيقة هو هي الوداد تقعد ستة أيام تمركيش بس هديك الواقع اليوم نحن نحبوا نغيروا القضية نبدلها ما نقولوش الحقيقة نتعاطفوا مع الترجي أما خلينا نقولوا الحقيقة شنو هي الحقيقة؟ الحقيقة اللي وقتها ما ثماش أمن كيفاش فماش أمن؟ معناش أمن باهي نعطيك حاجة نسأل معناها معناش أمن اغزل اليوم علاش ما نلعبوش في الليل؟ علاش قول لي هو يحكي على الصاد اليوم علاش البطوله ما تلعبش في الليل ماتشات في افريقيا يلعبوا في الليل لا نحن في تونس شبينا ما نلعبوش البطوله نتاعنا في الليل الامن يرفض علاش يقول لك الدواعي امنيه اليوم علاش نحن مش معناه ما عندناش امن اليوم علاش ما تقبلش جمهور الضيف تقبل كونش ليكيب لوكال علاش يقول لك الدواعي امنيه تو امن يقول لك الدواعي امنيه ما نجمش نامن الظروف هذه كل وانت جيت تقول لي اليوم لا نحن نجمو نامنوا يمكن تقولوا هكا الكلام ما بكش توقيت غلط ما كان مش فما كونتيكست فما نحن خلينا نقولوا في وقتك برشا برشا الفيديو نتاعك في صفحات مغربيه لا انا نقول لك خاطر فما واحد يختار الوقت نتاع كلامه معناها كنت حتى فما حاجات ما تقالش معناها في الوقت هذاك كانك حبيت تميل كفه الوداد انت ما سموني محامي الوداد سموني محامي الوداد اني مش الغايه بتاعي مش اني حبيت نقول ثم عباد مسؤولين فاشلين يحبوا يوجهوا والخطا نتاعهم ولا يحبوا يهربوا للبروجيكتور اللي قاعدين مركزين عليهم وعلى الغلط نتاعهم للامن ولا للحكم لا اجا نحبوا نصلحوا اجا نصارحوا روحنا نقولوا وقابلتها بعد برد هذيك في عرس خو حسين جنيح قابلت حمدي مدب قال لي كلامك صحيح قال لي والله حتى اني قلت هو شابته سي حمدي مدب اقصد ايش قلت لي قلت لو كان وديع الجري ما هبطش وحمدي مدب ما هبطش قال لك صحيح فمش امن ما خلصت مش امن ما شنو قال لي والله كلامك في نوع من الصحة حكيت معاه اليوم كما هبطش اجي نعاودوا السيناريو نحن الوداد ما حبتش تلعب حمدي مدب ما هبطش رياض بنون ما هبطش ودي عجري ما بطش شو مش يصير غير هاتي السيناريو الصحيح شو يصير ضربيت مش عطيك وقت قل له عندك 10 دقائق اذا ما ترجعش مش موقف المقابلة هو مش بشرجعه ضربيت اللي يزفر أي. يدخل في السيار يعمل رابورو يفاكسيه على البلاصة غدوة تخرج ترجي ربحتين بلاش وانتهى الامر اليوم نحن نغلطوا ونعملوا مشاكل ونعملوا كذا وبوليميك وفكوا ونعملوا ونعيطوا وبعتالي نحبوا نبرر الغلط نتاعنا والله انا ربيت الغلط والكوميسار غلط انت شهبتك غلط كان جات لتوال تقول لك كيف لتوال انا اكثر واحد انتقد لتوال انا اكثر واحد انتقد لتوال لا كان جات الامم العقب نهائي تشامبيونز ليغ وفي وقتها وقيت كما ذاك تقول ما يعرفش ما فيش امن ونقولوا هاني ماتش لسبيرونس يا بكر هذه نقول لك عاد اني قلت ماتش سي اس اس لتوال كوب دافريك وبالغاز وقلت ماتش لسبيرونس لتوال وقفل ماتش بالغاز ونبيل مالو يراني وقتها وقلت ماكش غلط معناها مانيش غلط وقلت تعاود 50,000 مره وراها الوضع هذاك نقول حتى كي قلت لك فما توقيت قال في الكلام توقيت هذا نحكيو على مقابله كيف عبد ربي لو انت تقول لي نحن نحكيو على المقابله يمثل تونس لسبيرونس ماكا مرحبا به ومترجي بانيتي وربع والله فرحت لك يا سكوب تفريق مش هذا ثم فرحت ترجي كاس كوب والله فرحت معناها مش حاجه قلت شفت التصريح قلت نفاق كان قلنا مش فرحت كما تزمر مرحبا به في تونس دخلت تيتر اما مش تقول لي اي مش نفرح للترجي ولا نفرح للسي اس اس والكلوب كل واحد يفرح لجمعيته كيما انت عندك جمعيتك ما نتصورش تفرح تفرح تخرج تزمر ولا تعيط وتخلص القاوي على خاطر جمعيه خاطر التوار ربحت ولا الاسبيرانس وهي مش جمعيتك لا هذا كله نفاق انا كي ترجي تدخل ولا السي اس اس تدخل تيتر لتونس
خلي تونس معناها مش متعصب اكثر من لازم الريتوال ولا حتى حد حت شفنا مثلا حكايه الليفه الاشهريه في سوسه هذيك ليش قلت عاملك وتصوير تك اللي ظهرت من اللي نعبد اللي نحيو في الليفه هذيك عامل شويه بوليميك لا كيف ما غلط العباد قل لي ما صحيح اني نهار هذاك لا كل شيء انا حكي كما هو اني قاعد في احد النزل قاعدين عندنا ندوه على هيئه الدفاع على شكل بلايد قاعدين نحن المجلس بادي ثم 10 ولا 12 مستشار تليفونات قتلونا قالوا ثم جافته في زوندر ستيك راه مش نحرقها راه مش نعملوا نحن مشينا على اساس باش نريدوا الاولاد وبعد ينحيوها الناس باش تنحى منه ولا منه باش تنحى بالنسبه لهي تمثل معناها مشكل في المنطقه هذيك في زوندر ستيك وتعرف السواح وكذا وجايبين الغاز راه حب يحرقوه بالزهر يزيد جزيري وقتها متعد وقف راهوناش مع بعضنا والناس نحات الملك عملوا منها قصة واضح عملوا منها قصة ونعني حشيشتي حلوان اسمع ما تسمعش ويقلع فيها ويحط فيها وكذا واني مشيت وقتها بصيفتي مستشار بلدي ما عنديش حتى اما نرفض نقول لك نرفض باش تجي باش تعلق حاجة كيما هذيك في سوسة كيما مش تعلق حاجة كيما هيك